عبد العالي من الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في المواشي هنايا في البطوار القديم حي محمدي. انا بخويا لحد الان كاين تقريبا واحد الزياده ديال 250 حتى 500 درهم على العام اللي فات، على الثمن ديال الخروف ديال العام اللي فات. يعني اللي خاد العام اللي فات ب 50000 يعني هذا العام غياخذ ب 55 60000 ريال. هذه هي الزياده اللي كاينه. وشنو هي الاسباب في النظر؟ اسباب خويا اش غنقول لك، ما كاين لا اسباب لا والو. كاين التضخم كيف ما كنعرفوا، كل شيء تزاد. البطاطا راه العام اللي فات كنا كناخذها بدرهم، دابا كناخذها ب 12 13 درهم. الاسباب هي راه الا جينا نقولوا راه كل شيء غلى، العلف غلى، ولكن راه كل شيء غلى. غلى الزيت، غلى المعيشه، المعيشه اليوميه ديال الفلاح غلى. يعني راه شيء طبيعي، داك الحولي حتى هو ما غيخرجش من المنظومه ديال الاسعار ديال المغرب اللي ارتفعت. الحولي حتى هو تزاد فيه الثمن. واحد التقرير كيقول لك بان ان الحولي لهذا العام كان 60 درهم وغادير حتى 70 درهم. التقرير هذا ديال واحد هذاك الشيء اللي قلت لك، راه قلت لك زيد ما بين 250. اسمعني نكمل لك الفكره. قال لك بان حتى الدرويش ما غيعيطش ب 2500 3000 درهم. قال لك ما يقدرش يشري حولي. ماشي فالتمن. شوف الدرويش على حساب اشنو باغي. لكن اللي درويش هو درويش حتى في القناعه ديالو داك الشيء درويش. يعني 2500 بغى ياخذ خروف ديال 2500 راه غيكون، ولكن راه غير الحجم ديالو صغار. يعني 2500 كانت كتاخذ لك حولي ديال مثلا في السنه الماضيه كتاخذ لك حولي ديال 40 كيلو ولا 45 كيلو، هذا العام راه غتاخذ لك غير 35 كيلو. يعني اش غنقول لك، بحال اش غنقول لك، بحال تزادت الفلوس والقيمه ديال الشيء صغارت، الحولي صغار والفلوس تزادت. يعني الا كنتكلموا بلاصه 3000 درهم غتكلموا على 5000 درهم. غنتكلموا ابتداء من 4000 درهم. يعني اللي كان العام اللي فات خروف شويه اللي هو شويه 3000 درهم، هذا العام غيكون 4000 درهم. يعني 4000 درهم الفوق اللي بغى يشري. شوف الزياده ابتداء من 250 درهم. يعني اللي كيعيد ب 30000 غيعيد ب 35، واللي كيعيد ب 50 غيعيد ب 60، واللي كيعيد ب 80 راه غيعيد ب 100، واللي كيعيد ب 100 غيعيد ب 140. فهمتي؟ قد ما كنتي كتشري حولي كبير ولا حولي غليظ كتزاد الفلوس. انتوما كمهنيين مثلا كتسناو مثلا ممكن يمكن واحد التدخل، ممكن يكون تدخل حكومي انه يساعدكم باش التدخل حكومي. التدخل الحكومي خاصو يكون شحال؟ هذه ماشي حتى لدابا. دابا الناس راه خاصك تعرف بان في شهر واحد وشهر جوج وشهر 12 الخروف ديال العيد تباع ب 50000 وب 60000. الناس كيكسبوا فيه. هو تباع هذيك الساعه ب 50 60000 وب 40000 وب 30000 وغيعاودوا يبيعوا. هذيك الساعه اللي كان خاص يكون التدخل الحكومي. اما دابا التدخل الحكومي اش غدير الدوله؟ ما بان لي حتى شي حل. اشنو غتعطي لهذوك الناس اللي بغى يبيع شي حولي تقول لي هكا الدعم؟ ما كاينش حل. الحل هو انها تعاون المواطن مباشره، تصيفط لي واحد كيف ما داروا في كورونا، تصيفط لي واحد 1000 درهم تعاونوا به. كنشوفوا ان بعض الحوالي دخلوا من الصبليون. واش ما بقاش عندنا اكتفاء ذاتي هنا ديالنا حنا؟ راه ما كاينش اكتفاء ذاتي. دخل الحوالي من الصبليون، دخل البقر من الصبليون، دخل البقر من البرازيل. اكتفاء ذاتي ما كاينش. المده ديال واحد تقريبا واحد العام ونص ما كاينش اكتفاء ذاتي. يعني ولينا غاديين غير شويه ماشي. وهاد الحوالي اللي جاوا من السيراد غادي يكونوا غاليين بالنسبه اللي مزوده هنا، ولا غادي يكون مثلا ثمن واحد؟ لحد الان ثمن واحد. لحد الان راه دخلوا وتباعوا وذبحوا وتباع اللحم ديالهم، يعني تقريبا نفس الثمن. ما كاينش فرق بزاف، فرق ديال 2 درهم حتى 3 درهم. علاش؟ حيت باقا ما كاينش واحد الوتيره ديال الاستيراد اللي هي مرتفعه. باقي الناس كتستعرض وهي خايفه. راك عارف كيف ما في البقر دابا راه كيتستعرض. وحتى ذاك المستورد مني بدا سمع واحد الضجه عليه، شي كيقول جام وشي كيقول بقر، شي كيقول كيطيب شي كيقول ما كيطيبش، كيكون واحد التخوف. حتى هذاك المستثمر حتى هو كيخاف، كيقول لك ندخل واحد المنتوج وناكل عليه العصا. اللهم ما ندخلوش، وكيولي تخوف. وهذا الشيء اللي كيخلي الاسعار تبقى مستقره في الثمن ديالها. احنا بلد فلاحي، كتشوف هذا الشيء غيطول. شوف خاصنا نغيروا السياسه الانتاجيه ديالنا ونتسناو على مده ديال عامين ولا ثلاث سنين عاد باش تبان لنا النتيجه. اما لا بغينا زعما كاين واحد الحلول اللي هي انيه دابا وداك الشيء، ما غاتبانش تبان لك النتيجه، ولكن غنعودوا نعيشوا نفس الاوضاع. خاصنا يريحوا الناس المسؤولين، يديروا واحد المائده مستديره ويناقشوا على المدى الطويل، ما يناقشوش على المدى المتوسط ولا المدى القريب، المدى الطويل باش يكون عندنا نتائج. غناكلوا عصا عامين ولا ثلاث سنين، ولكن من وراها غنستافدوا. كنتحدثوا على ازمه محليه، يعني الناس كلها تتعاني. يعني كيفاش كتبان لك انت الفكره ديال الغاء الاحتفال بعيد الاضحى؟ شوف دابا حتى اللي جينا نلغيو الاحتفال ديال عيد الاضحى، حتى هو في حد ذاته مشكله. خاصك تعرف بان عيد الاضحى راه كتخدم فيه واحد مليون ديال البشر. يعني راه كاين اللي كيبيع فيه القنب،
كاين اللي كيمضي جناوه، كاين اللي عنده هوندا، كاين كزار، يعني شوف واحد شحال من منصب ديال شغل كيتخلق في هذيك 15 يوم ديال العيد. راه دابا الحكومه بين نارين، اغاء عيد ونضحي بواحد 1 مليون شخص اللي كانت كتشتغل في هذاك العيد، وكاين اللي كيخدم على قبل العيد، هذاك الفلاح حتى هو راه كيخدم على قبل العيد، هذاك الجزار حتى هو راه كيتسنى غير العيد مسكين، كاين اللي كيمضي جناوه، كاين اللي كيبيع القلاب. المهم كدور واحد كتكون واحد الديناميه. الحكومه بين النارين ما غات امر صعيب، وخاصنا نعرفوا بان هادشي ديال العيد ماشي الحكومه اللي كتقرر فيه، هذا امر ديني كيرجع لامير المؤمنين هو اللي كيفصل في هاد الامور هذه. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.